أهلا بكم من جديد. قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن استقر عند 4.5% على أساس سنوي في مارس، وارتفعت الأسعار بنسبة 0.6% في مارس عن الشهر السابق. قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير إن البنوك المصرية ستشهد تراجعا في جودة الأصول وضغوطا على الربحية كنتيجة لضغوطات جائحة كورونا. وأضافت الوكالة إن تكلفة رأس المال ستظل نقطة ضعف فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، وأن السيولة النقدية ستظل عرضة لأي صدمات خارجية. فيتش قالت أيضا إنه على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها البنوك المصرية للتعامل مع الجائحة، إلا أن تلك الإجراءات من المرجح أنها ستؤجل أثار الجائحة على جودة الأصول ولن تلغيها تماما. أما عن الربحية فقد توقعت وكالة التصنيف الائتماني استمرار التراجعات بضغط من معدلات الفائدة المنخفضة وإعفاءات القروض. ينضم إلينا من القاهرة محمد عبد العال الخبير المصرفي، أهلا بك. برأيك هل انخفاض معدلات الفائدة ما زالت جاذبة للاستمرار بالاستثمار في أدوات الدين، أم هناك احتمال أن يتجه البنك المركزي لرفع الفائدة للتحوط من بيع الأجانب لاستثماراتهم، وربما التوجه لأسواق ناشئة أخرى قد تكون أكثر جدوى اليوم؟ طبعا رؤية البنك المركزي هتكون حاسمة في رفع أو خفض الفائدة، ولكن وجهة نظري الشخصية أن الآن عائد أذون الخزانة أو سندات الخزانة أو أوراق الدين تعتبر من أعلى العوائد المقارنة بالنسبة للدول الناشئة، بتدي عائد حقيقي للمستثمر في حدود 6-7%، وهو مش موجود في أي دولة من الدول الناشئة والمناطق اللي حوالينا، فستظل جاذبة خصوصا أن الجنيه المصري ما زال له زخم ومستقر في الفترة الأخيرة ومدعم باحتياطي النقدي بنمو إيجابي شهريا وتدفق من تحويلات المصريين العاملين في الخارج واستقرار في إيرادات قناة السويس، رغم أن طبعا عائدات السياحة متأثرة بنسبة 70% زي ما كل دول العالم. فأنا أعتقد أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أوراق الدين العام في المرحلة الحالية سيظل مستقرا في الحدود اللي هو فيها الآن، وعامل تخفيض أو رفع الفائدة مش هيكون مؤثر أوي. طيب كيف تبرر انخفاض قيم أسهم البنوك المدرجة في البورصة على الرغم من قوة مراكزها المالية وأرباحها القوية، مثل مثلا سي آي بي وكريدي أجريكول؟ هناك تراجع واضح في القيم داخل السوق المصرية، لماذا؟ لا تنسي أن احنا نمر بجائحة كورونا وتداعيات أزمة كورونا اللي مرت بها كل الجهاز المصرفي في العالم، وخلي بالك أن فلسفة البنوك في الغالب في المراحل اللي زي دي ما بتبصش للبروفيتابيليتي أو بتبص للسستينابيليتي، عملية الاستقرار مهم. ولما شوفي تجربة الجهاز المصرفي في عام 2020 في عز الجائحة بالنسبة للربحية، معدلات الربحية تحسنت عن السنة اللي قبلها اللي ما كانش فيها جائحة لمجرد أن المؤشرات الاقتصادية المصرية كانت ماشية مظبوطة. الـ ROE تحسن إلى 1.8% بدل من 1.4%، الـ ROE 23.4% بدل من 19.2، صافي العائد 4.1 بدل من 3.8. القروض نفسها نسبة القروض الودايع متحسنة قوي، يعني 48% بدل 46%، حجم القروض والائتمان ارتفع إلى 2.5 تريليون. فالمسألة مش مسألة تحقيق أرباح، هناك يعني إجراءات احترازية اتبعها البنك المركزي وسياسة لدعم الشركات وقطاع الائتمان ترتب عليها تأجيل سداد أقساط وخفض عمولات ومنح مبادرات بأسعار فايدة قليلة، انخفاض أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة نتيجة يعني توجه وزارة المالية إلى الاقتراض من الخارج بدلا من الداخل، وده كان مصدر أساسي لاستثمار الجهاز المصرفي فيها، كل ده أثر على الدخل. ولكن انخفاض أسعار العائد، خلي بالك أسعار الفايدة في أذون وسندات الخزانة بيقابلها خفض ايضا في جانب اللايبيليتيز في الاتجاهين، لكن مع نمو محفظه الائتمان.
حتنمو الأرباح بدون شك. محمد عبد العال الخبير المصرفي كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.